نعم. طيب دكتور محمد، اللافت للنظر أيضا هو أن تلك الانتهاكات متكررة، يعني أوضاع صعبة للغاية بالنسبة للمسلمين داخل الدولة الهندية. نتحدث عن 1.3 مليار داخل الدولة الهندية، 1 مليار طبعا من هؤلاء الغير مسلمين، و 300 مليون مسلم. نعم نتحدث عن أعداد كبيرة بالنسبة للمسلمين، ولكن مع الأسف الشديد الوضع صعب للغاية بالنسبة إليهم. قرارات مجحفة تأتي من قبل الحكومة الهندية، هدم لممتلكات المسلمين، منع للحجاب داخل المدارس الهندية. بماذا تعلق على جملة تلك القرارات؟ هو هذا هو خللك الجو فبيضي وفرخي ونقري ما شئت أن تنقري. عندما علم أنه لا يوجد في أمة الإسلام أعظم أمة رجال كما كان في السلف، حتى أننا نرى بعض الصليبيين وغيرهم عندما يذهبون إلى سوريا يقفون على قبر صلاح الدين ويقولون لا بلسان حالهم بل بعظمة لسانهم قم لهم يا صلاح الدين، يعني ما عاد فيهم رجال. ولكن نقول لهم نعم، وإن كان هذا الأمر موجود إلا أنه لا يستتب، وسترون رجالا يقفونكم عند حدكم. أشرت قبل قليل إلى المرأة التي اعتدي عليها وصاحت وقالت ومعتصمة، فإذا بالمعتصم المسؤول الحاكم يرسل رسالة فقط لذلكم العلش المسؤول الحاكم في تلك البلدة، فيقول له إن لم ترسل لي المرأة المسلمة والذين اعتدوا عليها لأرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فارتجفت يداه عندما قرأ الرسالة، فما عليه إلا أن أرسل المرأة المسلمة مكرمة والذين اعتدوا عليها إلى المعتصم. نحتاج إلى نخوة المعتصم، فإذا ذهبت هذه النخوة هان أمرنا وأصبح يفعل فينا الأفاعيل من يريد بنا. وما هدم المدارس أو المساجد أو منع الحجاب إلا هو واضح أنهم جسوا النبض ولم يجدوا في الأمة رجال لكن نقول لهم حتى وإن كان هذا حصل وهذا ما جعلكم تقومون به، المفروض أنتم تعيشون في عالم يدعي الديمقراطية ويدعي الحرية ويدعي كرامة الإنسان، المفروض أنتم تتركون الناس بل وأنهم في دولتكم وينتمون إليكم أن تحترموهم لا أن تعتدوا عليهم. كيف أنتم تتعايشون بهذه القوانين وأنتم منضمون للقانون الدولي وللهيئات العالمية، ثم بعد ذلك إذا ما وجدتم المسلمين تفعلون فيهم ما تشاءون؟